خلينا نسأل بقى، هل ده ممكن يحصل هنا؟ هل ده قانوني ان احنا نراهن على ماتشات في الدوري المصري؟ هل ده ممكن يأثر على نتائج الماتشات؟ احنا عشان كده رحنا النهاردة ونسألنا اتحاد الكرة، هل ده بيحصل؟ هل ممكن يأثر على اتحاد الكرة وعلى الماتشات ولا لا؟ المراهنات أصبحت منتشرة بشكل كبير في الدوريات الأوروبية، إيه رأيك فيها؟ وهل ليها تأثير فعلا على نتائج المباراة؟ بص، موضوع مراهنات موضوع كبير شوية، الحمد لله حتى الآن في مصر موضوع يعني حالات فردية اللي ثبت أنها متورطة في الموضوع، كان في أعتقد كان في بعض الحالات الفردية ظهرت في القسم الثاني أو القسم الثالث، وكان شكوى كبيرة واتحاد الكرة المصري فتح تحقيق فيها، ويعني وصل لأنه بعض اللاعبين كانوا متورطين في الموضوع وبالفعل تم اتخاذ عقوبات قوية معهم. أنا شايف أن الموضوع محتاج تدخل كل الجهات اللي هي علاقة بالرياضة، أعتقد حتى أكبر كمان الجهات الرياضية، أعتقد أنه الأزهر الشريف له دور، وزارة الشباب لها دور، وزارة العدل لها دور من خلال المحاكم والعقوبات والقوانين اللي المفروض تسن وتشرع، لانه الموضوع اصبح كبير. انت النهارده في دراسات بتقول انه في عندنا شباب او في عندنا ناس ابتدوا ان هم يتفرغوا بشكل كبير لهذا الموضوع، ناس بتسيب شغلها وبتسيب حياتها وتتفرغ الموضوع، لان الموضوع بقى مربح جدا. وعجيب اخر، في ناس حياتها باظت وتسبب ده في غرائم، لانه انت بتسحب فلوس او بتسرق فلوس عشان خاطر تخش في القصه دي، وبعد كده بتلاقي الموضوع جاب معاك نتائج عكسيه. فاعتقد انه الموضوع محتاج الى مناقشه مجتمعيه وكل الاطراف تدخل فيه، لانه موضوع يعني الحمد لله في مصر مش كبير، لكن لازم يعني اي حاجه تظهر لازم يكون فيها في وقفه قويه معاه.